السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد. النهاردة إحنا آخر حصة في الكرينيال نيرفز، هي الحصة نمرة 6 في النيورو. وفي الحقيقة إحنا هنتكلم على آخر 3 كرينيال نيرفز بعد التقسيمة العبقرية اللي إحنا قسمناها الحاجات، يعني ابتدينا سخنا بالحاجات الصغيرة وبعدين طلعنا للأي موفمنت. النهاردة إحنا هنتكلم على 3 كرينيال نيرفز مهمين جدا، مهمين جدا في الامتحان لو بنتكلم على مستوى الاندر جرادويتس يعني، حلو، ومهمين جدا كلينيكالي، بنشوف الحالات كتير، تمام، واغلب الحالات دي بيكون المقصد بتاعها من الاول دكتور النيورو، غير حاجات تانية بتلخبطنا يعني، تمام. ولو ان دكاتره الانف والاذن بيخشوا معانا في حته هنا، تمام، هنحكيها واحنا بنتكلم على العصب التاني. النهارده احنا هنتكلم على الثلاثه كرينيال نيرفز العظيمه، 5 و7 و8. 5 اللي هو طبعا الترايجيمينال وهو اكبر الكرينيال نيرفز، و7 اللي هو الفيشيال، و8 اللي هو الفيستيبلو كوكلي. الصوره هنا هي انترو انفيريور فيو للبرين ستيم وبالتحديد للبوبس، وفوق هنا الميد برين وتحت هنا الميدلا، تمام. انترو انفيريور يعني باصين من قدام ومن تحت. اللي ورا حضراتكم ده هو السيريبيلوم. طبعا نفس الصوره دي احنا لو بصينا من الجنب فاحنا بنشوف السيريبيلو بونتاين انجل المشهوره جدا، تمام. طيب حضراتكم هتلاحظوا انه الخامس طالع لوحديه من فوق خالص، بينما السابع والثامن قريبين جدا من بعض هنا، تمام، في الاوريجن بتاعهم، هم خارجين من البونس في السيريبيلو بونتاين انجل، وبالمناسبه هم معاهم في البونس كمان نمره 6. يعني هو البونس بيحتوي على الاربعه كرينيال نيرفز الوسطانيين اللي هم 5 و6 و7 و8. 6 احنا شفناه المره اللي فاتت، احنا بنتكلم في الاي موفمنت وقلنا ان نمره 6 ده يمكن هو بيمشي اطول كورس جوه السكال، وبالتالي بيبقى عرضه للكمبريشن في اماكن كتير، تمام. طيب المشهد ده انا بس عايزين نشوفه من قدام، لان هنرجع نشوفه تاني من الجنب علشان خاطر الحته بتاعه السيريبيلو بونتاين انجل والتيومرز اللي بتطلع فيها. تعالوا نبتدي بنمره 5 الترايجيمينال نيرف اللي هو اكبر كرينيال نيرفز في كل الكرينيال نيرفز المعروفه. الترايجيمينال نيرف بيبقى عباره عن سنسوري روت وموتور روت. سنسوري روت كبير والموتور روت صغير شويه. الكلام ده الاثنين بيبقوا كلوزلي ريليتد وهم ماشيين في او عند الاوريجن بتاعهم وهم خارجين من البونس. في الحقيقه احنا بنتكلم في الاناتومي هنمسك السنسوري وهو داخل على السي ان اس، والموتور وهو خارج من السي ان اس، علشان نسهل على نفسنا شويه. يعني ايه؟ يعني ببساطه كده هو النيرف ده اتسمى ترايجيمينال نيل لانه في الحقيقه عباره عن 3 برانشات كبيره. 3 برانشات دول من فوق لتحت، اوفثالميك، ماكسيلاري، مانديبولر. الاوفثالميك اللي باللون الاخضر، الماكسيلاري اللي باللون الازرق شويه، والمانديبولر اللي باللون الاحمر. التلاتة دول سنسوري نيرفز بياخدوا كل السنسيشنز من الفيس زي ما هنشوف حالا. نادرا ما بيكون في اوفرلاب ما بينهم، يعني الدرماتومز واضحه وفي يعني في ديستنكشن واضح جدا من بين التلات برانشات، هنشوفه حالا في الرسمه اللي جايه، تمام. الموتور برانش بيبقى ماشي مع المانديبولر، الموتور برانش بيبقى ماشي مع المانديبولر نيرف، والموتور برانش رايح سبلاي المسلز اوف ماستيكيشن اللي هي التيمبوراليس والماسيتر والتريجويدز والانتيرو بيلو اوف دياجاستريك والمايلوهايود والتنسور بالاتال. يعني مش مهم قوي العضلات اللي فوق المسلز اوف ماستيكيشن، دي يمكن اكتر حاجه تهمنا يعني. طيب فده بالنسبه للموتور سهل خالص. بالنسبه للسنسوري، السنسوري بيبتدي طبعا بريفرالي هنا، البريفرال برانشز اللي هم الاوفثالميك والماكسيلاري والمانديبل. وزي ما بنحب ناكد دايما انه الثلاثه كديستريبيوشن منفصلين عن بعض، يعني الاوفثالميك والماكسيلاري والمانديبولر كل واحد بيدي تريتوري محدده، تمام، وهنشوفها ان شاء الله في السلايد الجاي على طول. مهم ان البريفرال برانشز دي بتتجمع بعد كده في الجازيريان جانجليون، كل واحد بيخش السكال بطريقه، يعني واحد من السوبر اوربيتال فيشر، الفورامين روتاندم، الفورامين اوفال. طبعا كلام اناتومي يعني مش مهم قوي، لكن في تفصيله صغيره هتفرق معانا واحنا بنتكلم في التراجينال نيورولوجي. المهم مجرد ما دخلوا في الجازيريان جانجلون او اللي هي الترايجيمينال جانجلون، يا جماعه هننتقل هنا، معلش ثانيه واحده، حضرتك هتكتشف ايه؟ حضرتك هتكتشف انه النيرفات السنسوري دي هي باي بولر سيلز. يعني ايه باي بولر؟ يعني سيل بادي في النص ودراع بريفرال ودراع سنترال، اوكي؟ لحد الجانجليون اللي هي الترايجيمينال جانجلون او الجازيريان جانجلون احنا بنتكلم اناتوميكال. الاوفثالميك بيدي
جزء محدد من الفيس والسكالب، تمام، الماكسيلاري، المانديبولار، وزي ما اتفقنا هم الثلاثه منفصلين عن بعض. بقيه الفيس والسكالب بتستقبل من سيرفايكال نمره 2 واحيانا سيرفايكال نمره 3، تمام. المهم وانس ان احنا دخلنا هنا بقى، تمام، وصلنا للجزيريان جانجلين، الفايبرز هتبتدي تتقسم فانكشنالي، او يعني كل واحد على حسب السنسيشن اللي هو شايلها. بمعنى ايه؟ بمعنى انه احنا استقبلنا اناتوميكلي خلاص، تمام، كل برانش دخل من حته معينه من الفيس. هنا بقى في الجانجليون الالياف هتبتدي تتقسم على حسب وظيفه كل نوع، على حسب السنسيشن اللي كل واحد ايه شايله. فالفايبرز بتاعت البين والتمبرتشر، اوكي، بتروح للسباينال نيوكليس بتاعت التراجمينال، تمام. سباينال نيوكليس هيطلع منها السكند اوردر نيورون، باعتبار ان يعني اللي في الجانجليون هي الفيرست اوردر نيورون، حلو، فاللي جايبه من بريفري هتروح للسباينال نيوكليس تطلع السكند اوردر نيورون. اي سكند اوردر نيورون لازم تعدي الناحيه الثانيه، تمام. يبقى البين والتمبريتشر جم على الجانجليون ايا كان بقى المكان اللي هم جايين منه بريفرالي، دخلوا راحوا للسباينال نيوكليس. السباينال نيوكليس دي موجوده فين؟ في المدله، وبتكستند للسيرفايكال سباينال كورد، اوكي، يعني من المدله والسباينال كورد تطلع السكند اوردر نيورون تعدي الناحيه الثانيه، اوكي، للثالاموس، ومن الثالاموس للكورتكس، المنطقه بتاعت الفيس. في جزئيه صغيره مهمه قوي في موضوع السباينال نيوكليس دي، انه الفيس ريبريزنتد بالشقلوب، يعني اللي فوق تحت، وبالتالي هيطلع للكورتكس برضو معدي الناحيه الثانيه، تمام، بالشقلوب، فيتعدل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في الحقيقه انه لو حضرتك بصيت على الكورتكس فوق هنا، البادي ريبريزنتد ابسايد داون، يعني الرجل فوق هنا خالص، وبعد كده الترانكو، وبعد كده الابر ليم، والفيس في المنطقه اللي تحت دي، تمام. الفيس نفسه معدول، اوكي، وده ازاي معدول بقى؟ لانه ببساطه الفايبرز جت اتشقلبت، وبعدين رجعت اتشقلبت تاني وهي بتعدي الناحيه التانيه، فالمقلوب لما يتقلب بيتعدل فوق. دي نقطه. النقطه التانيه، السباينال نيوكليس مش بس الفيس ريبريزنتد ابسايد داون، لا، ده كمان الفيس ريبريزنتد هوريزونتالي بالعكس. يعني ايه؟ يعني الحته البريفرال في الفيس، تمام، موجوده سنترال في النيوكليس، والحته النيوكليس اللي هو الحته السنترال في الفيس موجوده بريفرال في النيوكليس. فالفيس متشقلب فوق وتحت، وكمان متشقلب جوه وبره. تمام، بنحكي الحدوته دي ليه؟ من اشهر الليجنز اللي بتيجي في المنطقه بتاعه السباينال كورد والمدله هنا السرينجو مايليا والسرينجو بالبيا، بتبقى فيه ليجن في السنترال كانال، حوالين السنترال كانال اللي ماشيه في النص. طيب يعني لو انا جبت كده على جنب وقمت مثلا قايل ايه؟ لو انه دي السباينال نيوكليس اهي، اوكي، ادي السباينال نيوكليس، تمام، ادي الرايت وادي الليفت، ماشي، حلو. احنا اتفقنا ان الفيس، ادي مثلا الفيس اهو، تمام، الحته اللي في النص دي، الحته اللي في النص دي هنعلمها احنا بالاخضر، ريبريزنتد فين؟ بريفرالي هنا، وطبعا الناحيه الثانيه بريفرالي هنا، تمام. طب والحته البريفرال دي؟ لا، دي هتبقى سنترال في النيوكليس، الحته البريفرال دي هتبقى سنترال في النيوكليس. لو الليجن، طبعا الكلام ده يخص البين والتمبرتشر اللي بيروحوا للسباينال كانال، للسباينال نيوكليس، تمام. لو انا جيت عملت ليجن هنا في الحته دي، يعني ضربت السنترال بارت اوف ذا نيوكليس، يبقى انا كده بضرب السنسيشن في الفيس لاترال، تمام، حلو. فهتلاقي العين يجي يشتكي لك من ان السنسيشن اللي ضايع لاترال، طبعا واني سنسيشن؟ التمبريتشر والبين، تمام. فدي نقطه مهمه قوي في السباينال نيوكليس. بعد كده بيجي هانو التاتش، لما بيجي من البريفري بيخش على الجانجليون، وبعد كده الفايبرز تتوزع بتروح للمين سنسور نيوكليس بتاعت التراجمينال، ودي موجوده في البونس، بينما البروبروسبشن بيطلع على الميزنكيفاليك نيوكليس اللي موجوده في الميد برين. في النهايه كلهم، كل الفايبرز السكند اوردر نيورون بتعدي الناحيه الثانيه وتطلع تعمل تراجمينال المينيسكس اللي تروح للمنطقه بتاعت الفيس اللي موجوده في السنسوري كورتكس. طيب يمكن هو موضوع الاسباينال نيوكليس هو ده اللي فيه كلام دقيق شويه، انما السنسوري نيوكليس والميزنكيفاليك ما هو يعني ما عليهمش كلام كتير. من ضمن الشغل المهم جدا جدا بتاع الترايجمينال نيرف
ان هو الافرنت بتاع ريفلكس مهم جدا، اللي هو الكورنيال والكونجنكتيفال ريفلكس، انه محاوله لمس الكورنيا او الكونجنكتيفا على ناحيه من الناحيتين، تمام، انك تحاول تلمس عين العيان يعني بحته قطنه كده ولا حاجه، تمام. المفروض يعمل بايلاترال بلينكينج. الريفلكس ده الافرنت بتاعه هو التراجمينال طبعا على ناحيه واحده، اللي هي الناحيه اللي انت حاول تلمسها، والافرنت والفيشل على الناحيتين، وهو ليه دور مهم جدا في ان احنا نتست الانتجريتي بتاعه الفيشل والتراجمينال. طيب تعالوا بسرعه نلخص اللي احنا قلناه في التراجمينال نيرف كده. اولا هو الموتور بارت مسؤول عن ان هو يدي المسلز اوف ماستيكيشن، تمام، مينلي المسيتر والتمبوراليس والتريجويس، في شويه مسلز تانية، تمام. طيب سنسوري هو مسؤول عن كل السنسيشنز من الفيس والانتيريور بارت اوف سكال بالنيزل كافيتي الاوربت. طيب اذا حصل ليجن في التراجمينال نيرف، والله الليجن دي لو واخده السنسوري بارت فاحنا بيكون عندنا فيشيال هيمي انستيزيا، يعني نص الوش تقريبا مش العيان مش حاسس بيه، تمام. واحيانا زي ما شفنا كده القصه بتاعت السباينال نيوكليوس، ان لو في سرينجو مايليا او سرينجو بالبيا العيان في الحاله دي بيفقد الاحساس بتاع البين والتمبرتشر فقط، بنسميه سنسور لوس اوف ديسوشيتد نيتشر، يعني هو فاقد الاحساس بتاع البين والتمبرتشر بس، اوكي. بس دي غالبا ما بتكونش غير في حاله السباينال نيوكليوس، وغالبا هنحصل طبعا على حسب مكان الليجن، زي ما اتفقنا لو السباينال نيوكليوس اتضربت سنترالي هيفقد الاحساس من البريفرال بارت اوف فيس، ولو السنترال السباينال نيوكليوس اتضربت بريفرال هيفقد الاحساس من السنتر بتاع الفيس، تمام. انما لو اي من الثلاثه برانشات اتقطع، يعني سواء بقى الاوفثالميك او المانديبولار او الماكسيلر، هيفقد الاحاسيس كلها على بعضها، تمام. طب بالنسبه للموتور افكشن، بالنسبه للموتور افكشن احنا الماسلز والماستيكيشن بتبقى بارالايز، والجو بيبقى ديفييتد على الافكتد سايد، يعني بيبقى ابسيلاترال ديفييشن، لانه الماسلز السليمه بتزق على الماسلز اللي فيها ايه مشكله. من برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا انه لو الترايجيمينال السنسوري بارت ضايع، انا هيضيع مني الكورنيال والكونجكتيفال ريفلكس، مش هيبقى فيه اي ريسبونس طبعا، حلو، لانه محاوله ان يعني مثلا لو افترضنا انه الناحيه اليمين هنا ما فيش تراجمينال، يبقى لما احاول المس العين دي العين مش هيعمل اي ريسبونس انه ما حسش، اوكي، تمام. نقطه ثانيه مهمه ان لو الليجن جايه ابر موتور نيورون، تمام، ابر موتور نيورون ليجن، الجو جيرك هيبقى اكسجريتد زيه زي اي ديب ريفلكس يعني في حالات الابر موتور نيورون ليجن. طيب الحقيقه الليجنز بتاعت تراجمينال ما هياش يعني كتيره، لكن الاهم في موضوع التراجمينال ده هو التراجمينال نيورالجي. وفي الحقيقه يعني ان احنا نتكلم على ليجن في التراجمينال ويحصل لوس اوف سنسيشن و دي بتبقى في اطار مواضيع اكبر، ونادرا ما بتتسال في الامتحان كده بشكل مباشر، يعني الا يعني ايه في احوال قليله. طيب نيجي بقى للموضوع الاهم زي ما قلنا اللي هو الترايجيمينال نيورولوجي. هي ايه الترايجيمينال نيورولوجي؟ الكلمه الاهم في الموضوع الترايجيمينال نيورولوجي، بصوا عشان خاطر نلخص الدنيا تبقى ماشيه كويس. الترايجيمينال نيورولوجي زي ما اسمها بيقترح، هي وجع بيجي في الترايجيمينال نيرف. الترايجيمينال نيرف كله ولا حته منه؟ لا، هي الحقيقه دايما بيبقى في الديستريبيوشن بتاع واحد من البرانشات بتاعته، وغالبا الماكسيلري ثم المانديبولر واقلهم الاوفثالم، ماشي، دايما ناحيه اليمين اكتر من ناحيه الشمال، تمام، ومور كومن في الميدل ايجز في الفيميلز. طيب تعال نكتب كده الداتا او الكلام البوزيتيف يعني في اللي احنا قلناه في الديفينيشن، تمام. بص يا سيدي، قلنا هي unilateral، تمام، وبعدين رايت اكتر من ليفت، رايت اكتر من ليفت، وبعدين فيميلز، وبعدين اتاكس سيفير بين، حلو. غالبا هذا البين بيبقى بريسيبيتيتد بالتشوينج او بتاتشنج الفيس، يعني مثلا والواحد بيغسل وشه الصبح مثلا، او لو في الرجاله واحد بيحلق دقنه، واخد بالك، الاستيمولاي دايما بتزود الاتاكس اوف بين. طيب يبقى وفي الديستريبيوشن بتاع واحده من البرانشز، وقلنا الماكسيلري يمكن هو ايه اكتر واحد، تمام، اوكي. ده يمكن الداتا الاساسيه بتاعه الموضوع، اوكي، ماشي. بس عايز
نصغرها شوية، لأن إحنا هنحتاج نكتب شوية معلومات تانية برضو إيه هنا عشان خاطر يبقى بالنسبة لنا الموضوع بسيط. حلو، جميل جميل. طيب أوكي، سببها إيه؟ سببها إيه الحكاية دي؟ قال لك والله بص، هو غالبا سببها إيريتيشن في التراجيبنال نيرف مع دي مايلينيشن. أوكي تمام، والكلام ده بيحصل بسبب إيه؟ ما احناش عارفين بالظبط، لكن يبدو ان الموضوع بسبب كومبريشن على النيرف بفاسكولار ابنورمالتي. اوكي، طب الكلام ده بيحصل فين؟ الكلام ده ممكن يحصل عند السيريبيلو بونتاين انجل، الكلام ده ممكن يحصل عند الفورامين روتاندم او عند الفورامين اوفال، وده يمكن اللي بيخلي ناحيه اليمين اكتر شويه من الشمال، ان الفورامين دي ناحيه اليمين اضيق من ناحيه الشمال فبيضغط على النيرف، ومن ثم بيحصل دي مايلينيشن. ومن ثم بيحصل دي مايلينيشن. تقول لي طيب الكلام ده ما موجود باستمرار، اه ليه الموضوع بيجي اتاكس؟ يعني اللي عامل كومبريشن، الشيء اللي عامل كومبريشن ده، طب ما هو موجود باستمرار. تمام، ايه اللي بيخلي الموضوع يجي على شكل اتاكس و ما يبقاش موجود باستمرار؟ الحقيقه انه لمجرد ما بيحصل دي مايلينيشن بيبقى فيه محاولة للتصليح، بنحاول ان احنا نصلح المايلين شيث دي تاني. فاحيانا بتلاقي الموضوع ماشي مع العيان بشكل عارف انت اللي هو ايه، ريميشن واكسسربيشن، ريميشن واكسسربيشن. في الاول معدل الريميشن اكتر، تمام، لكن مع الوقت الاكسسربيشن يزيد لحد ما في الاخر ليت في الديزيز كورس لا بيفضل الوجع موجود باستمرار. تمام، مع اي حركه للفك، مع اي ستيمولاي تاتش، ستيمولاي في الفيس، بتلاقي الراجل بيصوصو، او يعني الست زي ما اتفقنا بتصوصو من الوجع. طيب خدوا بالكم بقى لو سمحتم من الحدوته دي لما يجي لك العيان في العياده. تمام، انت لقيت يونيلاترال بين، اوكي تمام، معلش انا اروح للسلايد بتاع الدايجنوز والتريتمنت دي وارجع للي فوقيها. انت لقيت الوجع يونيلاترال وابيسوديك وماشي مع فكره ان هو تراجيوم. حلو، اه يعني عملت له اكزامينشن والهيستوري، انت ماشي مع فكره التراجيوم النيورولوجي. اوكي تمام خلاص، يس يعني مش نو، خلاص سيب الضلع بتاع نو ده خلاص، يس هنا. حلو، بنعمل احيانا ام ار اي. تمام، لو السيمتومز مش واضحه، لو السن تحت 40 سنه، واخد بالك ازاي؟ حلو تمام، بحيث ان احنا نشوف الفاسكولار ليجن، نشوف الضغط الكومبريشن اللي حاصل، ممكن نعمل نيرف كوندكشن ستاديز يعني. تمام، بس في النهايه احنا لقينا انه في باثولوجي، يبقى نعالج الباثولوجي ده. تمام، لان البين هنا ما هو الا سيمتوم للباثولوجي، يعني حاجه عامله كومبريشن، فاسكولار ابنورماليتي، النيرف مزنوق في حته، نحاول نصلحها. اوكي، طب ما لقيناش حاجه، تمام، ما لقيناش حاجه تقول ان النيرف كومبريسد في حته، لا يبقى دي تراجيمال نيورالجيا بلدي اللي هي اوف ان نون كوز. هنبتدي نعمل ايه؟ تريتمنت. والله الوجع خف، تمام، حلو، كمل التريتمنت. تمام، الوجع ما خفش، يبقى نحاول ان احنا نحط سكند لاين اوف تريتمنت زي ما هنشوف. اوكي، طب لو الوجع خف في النهايه، بنحاول ان احنا نشوف ايه، نفك بقى، نخف الادويه اللي احنا بنديها، زي ما هنشوف الادويه من النوع التقيل شويه يعني. اوكي، ونشوف العيان فتره ميديكيشن فري كده هيبقى ايه استجابته. طيب هي ايه الادويه اللي احنا بنديها؟ الادويه اللي احنا بنديها هي حاجات انتي كونفالجنت زي الكاربامازيبين مثلا. حلو، طبعا هو احنا مش بنديها علشان خاطر الكونفالجنس، احنا بنديها لانه الكاربامازيبين واخوه بيشتغلوا على الفولتج جيتد صوديوم شاز، فبيقللوا الفايرنج، بيقللوا شغل النيرف. حلو، كانك بتعمل هايبر بولاريزيشن للنيرف كده، انت مش عايز النيرف ده يشتغل. اوكي، لانه مع شغل النيرف الوجع بيزيد، الوجع بيسمع اكتر في الفيس. حلو، وبالتالي انت بتحاول تخف اللود بتاع الوجع بانك انت تخلي النيرف ما يشتغلش. اوكي، لكن طبعا هي هذه الادويه السايد افكتس بتاعتها رهيبه. اوكي، ابلاستيك انيميا، وبالاضافه ان هي كمان بتشتغل على الليفر انزيمز، بتعمل لها اندكشن. تمام، وبالتالي ممكن تؤثر على لو العيان بياخد ادويه ثانيه. اوكي، ولهذا السبب احنا ما بنحبش نديها لفتره طويله، عشان كده بقول لك ايه، ان يعني في السكيما اللي فوق، مجرد ان العيان ابتدى يظهر اعراض تحسن مع العلاج، نحاول نوقف العلاج شويه، نديله يعني فتره كده ميديكيشن فري او اوف ميديكيشن. تمام، طيب افرض بقى الادويه الفيرست لاين دي ما جابتش نتيجه، هنخش على ادويه سكند لاين. اللاموتريجين ده مشهور جدا جدا، بنستعمله كتير. حلو، برضو انتي كونفالزنت، وان كان هو انهبيتوري ترانسميتر، يعني بيوقف الجلوتاميت اللي هو اكسيتاتوري ترانسميتر. والباكلوفين، الباكلوفين ده بيشتغل على الجابا ريسبتورز. الجابا ريسبتورز دي يا جماعه، اللي هي الجابا بي ريسبتورز اللي مكتوب هنا، دي بتعمل هايبر بولاريزيشن للنيورونز، بتعمل بتخرج البوتاسيوم منها، وبالتالي بتخلي النيورونز ما تعملش فاير. يعني احنا في كل الاحوال بنحاول ان احنا نقلل الفايرنج ريت بتاع النيرف. اوكي، طبعا مشكله اللاموتريجين انه بيعمل سكين رياكشنز رهيبه كده، ليه رياكشن هنشوفه ان شاء الله قدام. تمام، والباكلوفين بيعمل شويه دراوزنس، واحيانا ريسبيراتو ديبريشن، يعني كل الادويه اللي احنا بنكتبها في الموضوع ده كوارث ما شاء الله. اوكي، طيب
افرض العيان ما تحسنش على الادويه دي خالص اصلا، اوكي، ما قدامناش بقى سعادتك غير السيرجيكال تريتمنت. طيب السيرجيكال تريتمنت اللي هنعمله، ايه الاحتمالات اللي قصادنا فيه؟ تمام، بص يا سيدي، السيرجري بتاعتنا فيها حاجه من اتنين، يا اما ان احنا نعمل ليجن في الجانجليون، تمام، في الجزيريان جانجلي، يبقى كده احنا قفلنا السكه خالص، سواء بريديو فريكوانسي او بانجكشن لجليسرول، تمام، واحيانا نعمل كرينيوتومي. في الحقيقه انه السيرجيكال تريتمنت برضه هدفه ان انا ريليف الكومبريشن اللي على النيرف. يمكن برضه تلاحظ ان احنا ما عالجناش الباثولوجي، لان احنا الباثوجينيسيس اصلا ما احناش عارفينه قوي، احنا بنفترض ان هو كومبريشن او فاسكولار كومبريشن، لكن برضه الموضوع ما هواش يعني 100% يعني. طيب ده بالنسبه لحكايه التراجمينال نيورالجيا ذاتها، بس في نقطه مهمه جدا يا اولاد عايزكم بقى تخلي بالكم منها، والنقطه دي هي شغلتنا احنا، شغلتك كدكتور ديفرنشال دايجنوزس. فعيان جاي بيشتكي لك من وجع في الفيس، فيشيال بين، اوكي، اي كان مكانه، يعني البين ده في المنطقه بتاعه الماوث، في المنطقه بتاعه المجزله، في المنطقه بتاع الماندبل، تمام، في المنطقه بتاع العين، ايا كان مكان الوجع، اوكي. بما ان احنا في حته التراجمنال نيورالجيا، فاحنا لازم نشوف الاسباب الاخرى للفيشيال بين. بس ارجوك قبل ما تمد ايدك على العين ده اساله سؤال، هذا السؤال لو اجابته لا ما تمدش ايدك على العيان ده، تمام، هتسال حضرتك العيان كشفت اسنان ولا لا، تمام، لو قال لك لا قول له روح لدكتور السنان. ليه؟ يا جماعه الدنتال كومبليكيشنز، دنتال يعني باثولوجيز، برضو عميقه وكتيره، زي ما احنا عندنا دهاليز في شغلنا برضو هم عندهم دهاليز يعني، تمام، ولازم نحترم تخصصهم بغض النظر عن اي اعتبارات يعني. يعني دكاتره اسنان ربنا يكون يعني في عونهم. المهم العين جاي يقول لك عندي وجع في وشي، يقول له روح اكشف اسنان. والله قال لك اوكي، يبقى ساعتها تبدا تتدخل. قال لك انا ما كشفتش، لا حضرتك توديه لدكتور السنان. ايوه، ليه بقى؟ اغلب المشاكل بتاعت البين اللي في الفيس، الفيشيال بين او الاوروفيشيال بين، غالبا بيبقى مشاكلها اسنان، وانت حضرتك هتقوم فاعه لاموتريجين، يعني هتدي له حاجات فظيعه، ادويه فظيعه علشان خاطر تعالجه، وفي الاخر يعني انت مالكش يعني، تبقى بصراحه عارف انت جزار مش بني، مش دكتور يعني. طلع ما كشفش اسنان، وديه يكشف، تمام. طيب كشف والحمد لله، وعامل عمره في اسنانه، وبص هوليوود سمايل وحاجه جميله. قول له بقى تعالى يا حبيبي، الوجع ده كونتينوس ولا اتاكس؟ هيقول لك والله كونتينوس. تقول له جميل، الكونتينوس ده يونيلاترال ولا باي لاترال؟ اوكي، لو الوجع كونتينوس انت كده بتستبعد التراجمنال نيورولوجي، اوكي. طب ايه الموست كومن كوزز؟ احنا طبعا انا حاطط واخد السلايد زي ما هي كده، فحاطط لكم اسباب كتير يعني، لكن يهمنا قوي فيها يعني على مستوانا بوست هيربيتك نيورولوجي، تمام، دي غالبا بيبقى البين في الديستريبيوشن بتاع الفيش بتاع الاوفثالميك نيرف، وغالبا بيبقى معاها راش، اوكي، تمام، او بيبقى فيه سكارنج، يعني الراش حصل وحصل على فيها سكار. ممكن يبقى تيبيكال بين، تمام، اللي هو الايديوباثيك فيشال بين، وده غالبا بيكون سببه ديبريشن، اوكي، وبيبقى شبه التراجينال نيورولوجيا بالظبط جدا، بس مشكلته انه كونتينوس وديفيوز، يعني ديفيوز يعني مش واخد ديستريبيوشن بتاع برانش محدد، اوكي. طيب قال لك لا يا دكتور الوجع ايبيسوديك، الوجع ايبيسوديك، تمام، بتقول له بس جميل قوي حلو، ممكن حضرتك تكون تراجينا نيورالجيا بكل انواعها بقى زي ما اتفقنا، في الماكزيلاري، في المانديبولار، يونيلاترال، مش عارفه ايه، اكساجيريتد بالجو موفمنت، بتاتشنج الفيس، الحاجات اللي هي البريسيبتنس اللي قلنا عليها، تمام. لكن في انواع من الهيدك بتبقى شبه التراجينا نيورالجيا، لازم نحطها في اعتبارنا، زي التنشن هيدك، تمام، وزي الميديكيشن اوفريوس هيدك. الاسباب دي لو حضرتك استبعدتها، تمام، هتلاقي قدامك التراجمنال نيورولوجي بتقول لك انا اهو، اوكي. بس لو سمحت قبل ما تلعب اللعب ده كله، هخلي بس العين يكشف بس ده تراجمنال. طيب ما بنحس كل ده في اول واحد، تعال بقى الفيشل، الفيشيال نيرف، معلش المحاضره تبقى شويه طويله شويه مقارنه بالباقيين. الفيشيال نيرف ده بقى ده واحد عظيم جدا، حلو، يعني من اهم النيرفات اللي ممكن تدرسها في حياتك. فيشال نيرف يا جماعه ده سنسوري وموتور واوتونوميك. سنسوري هو مسؤول عن التيست سنسيشن من الانتيريور تو ثيرز اوف ذا تانج، اوكي، وموتور لان هو بيدي كل الماسلز بتاعه الفيس، كل الماسلز بتاعه الفيشال اكسبريشن، اوكي.
وبعدين اوتونوميك لان هو تبع الباراسمباثاتيك، بيدي اللاكريمال جلاند وبيدي السلايفري جلاندز السب مانديبولار والسب لينجوال. تمام. وفي الحقيقه لو حضرتك بصيت على الاوريجن بتاع الموتور بارت، فهو بيطلع من الموتور نيوكليس فيشن، بيلف حوالين النيوكليس بتاع الابديوسنت نيرف، وبعدين يطلع بعد كده يعدي من الباروتيد ويتقسم للبرانشات المختلفه بتاعته. اوكي. بيدي الماسلز بتاع الفيشل اكسبريشن كلها، وبيدي الكلاريس اوكيولاي اللي بتقفل الجفن بتاع العين. تمام. وبيدي الفرونتاليس الخنه الفحواجبي، بيدي الباكسينيتور، بيدي فشويه عضلات حلوه يعني، مش مهم اقسم العضلات قوي يعني، خلاص احنا عندنا الاناتومي الحمد لله. الجزء الاوتونوميك بيطلع من السوبيريو سلايفري نيوكليوس وبيروح لاثنين جانجليا سفينوبالاتاين، يروح للاكريمال، والسب مانديبولار والسب ماكسيلاري يروح للسب لينجوال سلايفري جلاندز. اوكي. طب الجزء السنسوري بيخش مع الجزء الاوتونوميك، حلو، وبعد كده يروح للنيوكليوس اوف تراكتا السوليتاريوس او اللي هي السوليتاري نيوكليوس، ومنها بعد كده تطلع سكند اوردر نيورون وتروح للمنطقه بتاعت التانج اللي في الكورتكس. ماشي. ده في عجاله كده الاناتومي بتاع الفيشن. طيب بس يعني هو انا لو هدقق في الاناتومي ده، ففي حته صغيره كده يا جماعه خدوا بالكم منها، انه النرف ده وهو ماشي، الفيشن نرف ده وهو ماشي، طلع من السيربيلو بونتاين انجل، دخل على البيتراس بارت اوف تيمبرال بون، حلو، مشي ورا الميدل اير وفي الفيشيال كانال، وده عضله اسمها ستابيجيس. عضله اللي اسمها ستابيجيس دي يا جماعه عضله خطيره جدا. ليه بقى؟ العضله دي بتكونتراكت علشان تقلل الاوسيليشن بتاع الاوسكلز، بتقلل الاهتزازات بتاعه عظيمات الاذن، فبالتالي بتقلل الساوند ترانسميشن للانر اير، بتقلل الساوند ترانسميشن للكوكليا، فبتقلل حساسيه الاير للساوند. الكلام ده بيحصل واحنا بنتكلم، والكلام ده بيحصل لما تكون الساوند صوتها عالي قوي. اوكي. فالفيشن نيرف عن طريق العضله اللي اسمها ستابيليس تطلع هنا وهو ماشي في جوه الاير، يعني لسه ما خرجش للفيس، لسه ما عداش بقى من الباروتيد واتقسم ديب وسوبرفيشال، تمام، خالص قبل القصه دي كلها، هو جوه السكال. تمام. ادى الاستابيليس بص، طيب، ولو الاستابيديس ماسل دي ما اشتغلتش حضرتك هتسمع كل الاصوات عاليه جدا. لو الاستابيديس ماسل ما اشتغلتش كل الاصوات تعلى، تمام، فتحس بدوشه فظيعه، لان الاستابيديس دي زي ما قلنا بتكونتراكت توقف الاهتزازات بتاعه الاوسيكلز، وبالتالي الصوت ما يتنقلش جوه الاير. دي معلومه مهمه جدا. ليه؟ الهايبر اكيوزس، ان انا اسمع زياده، دي احد العلامات المهمه جدا جدا في ان احنا نحدد مكان الليجن، زي ما هنشوف هي الليجن اللي حصل في الفيشل حاصله جوه السكال ولا بره السكال. تمام. النقطه الثانيه المهمه قوي قوي في الفيشل يا جماعه، انه بيستقبل من الاثنين كورتيسز، من الاثنين موتور كورتكس، حلو، جايين له بايلاترال بيراميدال سبلاي. الكلام ده للابر هاف اوف ذا نيوكليس، لكن اللور هاف ما لهاش الكلام ده، بتستقبل من الكونترلاترال سايد بس، وهنشوفها تاني دي. طيب، فبقى الفيشيال بتاعنا بيدي الفيشيال اكسبريشن ماسلز، اوكي، فيشيال ماسلز والستايلويد، قلنا شله عضلات حلوه يعني، اوكي، وبالتالي حضرتك لما النيرف يبوظ، تمام، في فيشيال باراليسيس، مفيش ماسل اكسبريشن في الفيس، اوكي، تمام، الاستابيديس يعمل هايبر اكيوز، اوكي، السكريشن مفيش لاكريميشن ودراي ماوث، اوكي، التيست سنسيشن انتيريور تو ثيردز اوف ذا تانج، اوكي، حلو ده بالنسبه للفيشيال. تعالى بقى للقصه بتاعت الليجن بتاعت الفيشن. طبعا ليجن شويه منها سنسوري وشويه موتور، وما ننساش حته الكورنيال ريفلكس، تمام، ان هو الايفرنت بتاع الكورنيال ريفلكس. طيب حته الموتور فيشيال ليجن هي دي القصه بصراحه، تمام، وهي دي اللي احنا هنسال فيها في اغلب الوقت. ف حضرتك لما تبص على الفيشيال نيوكليس اهي اللي هي دي، تمام، واختها الناحيه الثانيه دي، حضرتك هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان النص الفوقاني اللي لونه بنفسجي جاي له بايلاترال بيراميدال، يعني جاي له الكورتيكو بلبر من الناحيتين اللي لونها بنفسجي. طب بينما النص التحيان الثاني جاي له بيراميدال من الكونترلاترال سايد بس. اوكي؟ تمام؟ طيب نفس الكلام هنا برضه، نفس الكلام هنا. طيب افرض بقى يا استاذ العيان بتاعنا حصل له ليجن، تمام، في اللور موتور نيورون بتاع الفيشيال، يبقى انا كده ضربت الموتور سبلاي اللي رايح لنص الوش كله، ابر هاف ولور هاف، تمام. لكن افرض بقى انا حصلت لي الليجن في الابر موتور نيورون بتاع الفيشيال، طيب في الحاله دي النيوكليس نفسها بتاع الفيشيال مقسومه نصين، نص فوقاني، النص الفوقاني ده
بيستقبل بايلاترال بيراميدال، فمش فارقه معاه خالص ان الناحيه دي اتضربت، ما هو عنده الناحيه التانيه شغاله تمام. النص التحتاني بس هو اللي عنده مشكله، وده ببساطه ان النص التحتاني بيستقبل من الكونترلاترال بيراميدال فقط. اوكي، فلما يبقى عندي المشكله سوبرا نيوكلير، خد بالك، يبقى في الحاله دي انا هفقد نص الفيشيال نيوكلس بس، مش كل الفيشيال نيوكليس. لما افقد كل الفيشيال نيوكليس، او لما افقد كل الفيشيال يضيع مني نص الفيس، انما لما افقد نص الفيشيال يضيع مني ربع الفيس، وغالبا هيبقى الربع التحتاني اللي اعتمد على الناحيه العكسيه بس. طيب ده بالنسبه لمساله البيراميدال سبلاي اللي جاي لهم. طيب نقارن بقى ما بين الابر موتور نيورون ليجن واللور موتور نيورون ليجن بتاعت الفيشيال، هتلاقي ان الكلام سهل خالص. طيب نفس الكلام اللي احنا متعودين عليه تمام. انت في الابر موتور نيورون حصل مشكله قلنا في اللور هاف، انما هنا هيحصل مشكله في اللور والابر هاف في اللور موتور نيورون ليجن. اوكي، الابر موتور نيورون ليجن حضرتك هتلاقي معاه هايبرتوني هايبر ريفلكس. اوكي تمام، انما هنا هتلاقي هايبوتونيا هايبو ريفلكس. ده الكلمتين اللي احنا متعودين عليهم. طيب في بس كلمتين زياده في الفيشن تكنيكال قوي ونطق. في الابر موتور نيورون ليجن حضرتك بتضيع الفولانتري موفمنت، لكن الايموشنال والاسوشيتد موفمنت تفضل موجوده. ايه الايموشنال والاسوشيتد موفمنت دي؟ اللي هي الفيشال اكسبريشنز. اوكي، فيشال اكسبريشنز دي اللي هي زي ايه؟ زي حضرتك ترمز لواحد، زي حضرتك مثلا تبتسم وانت بتقابل واحد، زي حضرتك تنفخ كده مش عاجبك الوضع تمام. غالبا هذه الموفمنت مش مسؤول عنها البيراميدال، ده مسؤول عنها الاكس بيراميدال، فمش هتضيع لما البيراميدال تبوظ. اوكي، لكن في اللور موتور نيورون ليجن الكلام ده ضاع، لانك موقف كل المصل، مفيش كهرباء واصله للعضلات دي اساسا. فدي اول نقطه تميز الابر موتور نيورون ليجن من اللور موتور نيورون ليجن. اوكي، الحاجه الثانيه حته الهيموبليجيا. اوكي، ودي بقى مساله مهمه جدا جدا. اوكي، انا لما تكون الليجن عندي ابر موتور نيورون ليجن، حلو، زي ما اتفقنا اللي بيضيع مننا هو النص التحتاني او الربع التحتاني من الفيس. اوكي، بس ده لان المشكله فوق خالص في الكورتكس، صح؟ تمام. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان الكونترالاترال سايد من الفيس اتضرب، والكونترالاترال سايد من البادي برضو اتضرب. اوكي، فغالبا هتبقى الهيميبليجيا تمام والباراليسيس بتاع الفيس الاثنين على نفس الناحيه. طيب لو المشكله بتاعت الفيشيال لور موتور نيورون، لو المشكله بتاعت الفيشيال لور موتور نيورون، خد بالك انت هتضرب الفيشيال في البونس تمام، يبقى المشكله مثلا ولتكن لو قلنا ان هي هتبقى ناحيه اليمين، فمثلا لو احنا عندنا هنا البونس كده تمام، وادي الميدالة وادي السباينال كورد، حلو، فانا جاي لي الكورتيكو سباينال تمام، الكورتيكو سباينال جاي من الكورتكس فوق وهتنزل وتعمل كروسنج هنا، حلو. انا عملت مشكله في البونس هنا. اوكي، لما عملت مشكله في البونس انا ضربت الفيشيال بتاع ناحيه اليمين تمام، لكن ضربت البيراميدال اللي راح الناحيه العكسيه اللي هي ناحيه الشمال. فانت هتلاقي الليجن في الفيس واخده النص ده كده، حلو، لكن في البادي واخده النص التاني. اوكي، فعشان كده الهيميبليجيا بتبقى عكس الفيس، بنسميها كروس هيميبليجيا تمام، بنسميها كروس هيميبليجيا. دول اهم مميزات ما بين الابر واللور موتور نيوروليجن من ناحيه ايه الموفمنتس اللي ضاعت. اتفقنا ان في اللور كله ضاع فولانتري ايموشنال مش عارف ايه، وفي الابر هو الفولانتري الاساس اللي ضاع. اوكي، وحته الهايبرتونيا والهايبر ريفلكس وحته الهيميبليجيا. طيب بالاضافه الى ذلك بقى، انت لما بتضيع المسلز اوف ذا اللي هي المسلز اللي سبلاي بالفيشن، هيحصل ايه؟ يحصل دروبنج للانجل اوف ذا ماوس على الافكتد سايد، حلو، يعني الماوس يقع على الناحيه البايظه، اوبليتريشن للنيزوليبيال فون عشان الباكسينيتور، وبعدين العيان ما يقدرش يبين سنان. اوكي، ده هيبقى في الابر موتور نيورون ليجن وفي اللور موتور نيورون ليجن. اوكي، لكن في اللور موتور نيورون ليجن كل الحاجات دي بالمناسبه اللي هي دروبنج للانجل وابليتيشن نزول الليبيال فولد وانابيلتي تو شو تيث، كل دي موجوده في اللور هاف اوف فيشن. فانت الكلام ده موجود في اللور موتور نيورون ليجن، بلس ان حضرتك العيان مش هيقدر يقفل عينيه تمام، العيان مش هيقدر يقفل عينيه والعيان مش هيقدر يرفع حاجه تمام. فبقيت فاقد حضرتك النص التحتاني للفيس والنص الفوقاني. من ضمن الحاجات المهمه قوي برضو اللي بنلاحظها لما العين يجي يحاول يقفل عينه بقوه في اللور موتور نيورون ليجن بتاع الفيشن، حاجه اسمها بيلز فينومينا. بيلز فينومينا دي اللي هي ايه؟ ان الاي بتديفييت ابوردز ويبان الديفيشن ده والعيان بيقفل عينه. في الحقيقه هو ده الوضع الطبيعي،
الوضع الطبيعي انه البني ادم لما يجي يقفل عينه يقفل عينيه الاي بول تديفييت ابورد. اوكي، ففي البيلز فينومينا بتبقى واضحه جدا في اللور موتور نيورون ليجن، لان العام مش قادر يقفل عينه، لكن في الابر موتور نيورون ليجن العام بيقفل عينيه عادي، لان الابر هاف اوف فيس ايه حصل له ايه سيفد يعني. بعد كده في حته اللور موتور نيورون ليجن، والمساله دي مساله يمكن متقدمه شويه لكن حابب اقولها علشان خاطر الناس تستفيد باكبر قدر ممكن من الكلام. يعني احنا شفنا اللور موتور نيورون ليجن خلاص، يعني شفنا الاعراض بتاعتها، اي نعم هنعيد عليها تاني كده واحنا بنتكلم في بيلز بولسي، لكن شفناها. اوكي، يتبقى نقطه مهمه جدا تفرق معانا قوي قوي يا جماعه في اختيار العلاج. في النهايه احنا عايزين نعالج الناس، يعني واحنا عاملين نحفظ ليه؟ تمام، عشان نعالج الناس في الاخر يعني. طيب، فلما اشوف واحد عنده لور موتور نيورون ليجن، الفيشيال نيرف بيمشي سكه طويله جدا. الفيشيال نيرف بيطلع من البونس سيريبيلو بونتاين انجل، يعدي في الفيشيال كانال في التمبرال بون، يخش على الفيس في الباروتيد جلاند، يعني تتكلم في اناتومي كبير قوي، مشوار طويل يعني. طب هي اللور موتور نيورون ليجن حصلت فين؟ هل حصلت بريفرال بعيد خالص بره اكسترا كرينيال؟ في الحاله دي الباراليسيس هي افكت مجموعه المسلز بتاعت الفيس، حلو، او حتى ممكن يبقى لوكالايز، دي مشهوره جدا في الجراحه يا ولاد. الباروتيد سيرجري، انت عارف ان البرانشات بتاعت الكرينيال بتاعت الفيشال نيرف ماشيه جوه الباروتيد، اوكي، فسهل جدا انك انت تعور الخمسه برانشات المشهورين اللي هم التمبرال والزيجومات الكولبكال الكلاميه، دي لازم تقعد جراحه يبقوا مذاكرينها، وانت هتذاكرها في الجراحه في الباروتيد سيرجري الكومبليكيشنز بتاعتها. طيب، فهتلاقي الموضوع لوكالايز قوي يعني، حلو، ممكن يبقى اللي هو الموتور نيورون ليجن، عارف انت اللي هي بارشال، مش كومبليت بلوم بيكتشر يعني. طيب، افرض الليجن حصلت جوه شويه، يعني حصلت في الفيشيال كانال، حصلت في الماستويد بارت كده، هو طالع من الستايلوماستويد فورامين، اوكي، هيبقى عندك لور موتور نيورون ليجن صح، بس كمان السنسوري هيضيع. اوكي، طب لو حصلت جوه الاير، لو حصلت في التمبانيك بورشن بتاع الفيشيال كانال، يقول لك هيبقى لور موتور نيورون ليجن والسنسيشن ضايعه والسلايفري فلو متاثر وهايبر اكيوزس، حكايه الاستابيدياس ماسل ما تنساهاش. طب افرض حصلت في السيريبيلو بونتاين انجل، هيبقى لور موتور نيورون ليجن والسنسيشن التيست ضايع والاوتونوميك ضايع، بس زود على كده لاكريمال سيكريشن ضايع، يعني مش قد السلايفري، لا كمان اللاكريمال جلاند ايه اتضربت. حلو، طب افرض بقى حصل جوه، تمام، حصل نيوكليير يعني جوه البونس، تمام، في الحاله دي هيبقى عندك باراليسيس في الفيشل، اوكي، ممكن التيست ما يتاثرش قوي وممكن السلايفيشن ما يتاثرش قوي واللاكريميشن، لان دول طالعين من نيوكلياي ثانيه، ما يعني معلش ارجع بقى للاناتومي، اسمعوا كده الحته بتاعت الاناتومي دي تاني كده. حلو، احنا قلنا ان احنا عندنا موتور نيوكليس بتلف حوالين الابديوسنت، وبعدين سلايفري دي بتاعت الاوتونوميك، وبعدين عندنا السنسوري اللي هي النيوكليس اوف تراكتا سوليتاريس. حلو، فلو انت الليجن نيوكلير، لا مش هيبقى فيه اوتونوميك ديسفانكشن ولا هيبقى فيه سنسوري ديسفانكشن، هيبقى لور موتور نيورون ليجن بس، ممكن يتاثر معاها ال 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 العصب الثامن، تمام، يبقى فيه هيرنج لوس، يبقى فيه فيستيبولار ايه سيمتومز. اوكي، طب دكتور ليه يعني الكلام ده كله انت بتحكيه ليه سعادتك؟ اصل بص يا سيدي، البريفرال ليجن زي ما قلنا غالبا بيبقى تروما بتاعه الباروتيد، ممكن يبقى نيوروباثي، واحد دايابيتك، واحد الكحوليك، ممكن يبقى حتى مايوباثي، يعني مش لازم الفيشل نيرف هو يعني الفيشل نيرف يبقى بريء، مش كده تبقى في العضلات مايثينيا جريفز مثلا. حلو، طيب اللي هيحصل في الفيشل كانال، والله ممكن تبقى اوتيتس ميديا، يعني العيان جاي له اعراض لور موتور نيورون فيشيال، بس علشان هو مشكلته في الودن اوتيتس ميديا، ممكن تبقى المشكله فراكشر بيز اوف سكال، ممكن تبقى بيلز فينومينا، سوري بيلز بولسي اللي احنا نشرحها عاد. طب افرض الموضوع حصل سيريبيلو بونتاين انجل اتيومر اشهر حاجه، تمام، او بيزل مننجيتس. طب افرض الموضوع سنترال او نيوكلير جوه، لا ده غالبا ممكن يبقى فاسكولار، اوكي، وممكن يبقى في انكيفالايتس او بوليومايلاتس، ممكن يبقى مالتيبل سكليروزس. فانت كل لما تعمل لوكاليزيشن لمكان الليجن، حلو، كل لما حضرتك تستفيد انك تقلل البحث عن سبب الليجن، وبالتالي التريتمنت يبقى اوضح بالنسبه لك. اوكي، طيب، اشهر بقى قصه للفيشيال اللي هي البيلز بولسي. بيلز بولسي اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو لور موتور نيورون ليجن في الفيشيال، غالبا وهو ماشي في الفيشيال كانال. حلو، فالعيان بيبقى عنده لور موتور نيورون ليجن صريحه، تمام، على نفس الناحيه،
الفور هيد الفرونتاليس ضايعه، فما فيش طبعا الفور هيد رينكلينج، ما يقدرش يرفع حواجبه، ما يقدرش يقفل عينيه، تمام، الاوربيكولاريس كلها بايظه، وبالتالي العين ترول ابورد، تمام، اللي هي بيلز فينومينا، تمام. النيزو ليبيال فولد ضايع، الماوث ديفييتد على الناحيه اللي بايظه، ما يقدرش ينفخ طبعا بقه، واخد بالك ازاي، ما يقدرش يوريك سنانه، ما يعرفش يضحك يعني، اوكي. اللي هي لور موتور نيورون ليجن صريحه في الفيشي. طيب دي سببها ايه؟ الاسطوره بتقول انه لما نتعرض لبرد، ولما نتعرض لهواء شديد وهكذا، لكن في ناس قالت اوتو اميون، لكن يبدو ان الموضوع هو ري اكتيفيشن للهيرد سيمبلكس او زوستر. طيب غالبا هو ده، يعني هم رابطين الاثنين ببعض ايه قوي، ولو ان الموضوع اللي هو اوتو اميون ده برضو يعني كانوا بي نيجلكتد. اوكي، العيان ده حضرتك بتعالجه بايه؟ هو في الحقيقه العيانين دول اغلبهم بيحصل لهم الفول ريكفري في خلال 6 اشهر، لكن ده ما يمنعش ان ممكن الريكفري يتاخر شويه، وفي الحاله دي هنضطر ان احنا نعمل شويه ستاديز. يعني هو في الاغلب احنا ما بنحتاجش نعمل انفستيجيشنز، لكن لما العيانين الريكفري بتاعهم بيتاخر بنضطر ان احنا نعمل شويه انفستيجيشنز، نعمل الكترومايوجرافي ونيرف كوندكشن ستاديز وهكذا. طيب احيانا الموضوع بيحصل، يعني لما بيحصل ريكفري او لما بيحصل نيرف ري جروث، بيبقى فيه مشكله في الري جروث بتاع الفيشيال فايبرز، وبالتالي الالياف بتاعه الفيشيال تخش على الهايبوجلوسال، والعيان ما يعرفش لما يحرك بقه يحرك، يعني ما يعرفش يحرك لسانه يحرك بقه، واحيانا الفيشيال فايبرز تخش في بعضيها، الاوتونوميك فايبرز تخش مع الموتور، فلما العيان يجي يحاول يحرك وشه او يتكلم او يعيط، نظرا لانه حصل دخلت الفايبرز بتاعه اللاكريمال جلاند على الفايبرز السوماتيك، المهم احيانا نسميها كروكودايل تيرز. يعني التريتمنت بتاعنا ما هو الا ان احنا نحاول نقلل البروجريشن بتاع الديزيز والكومبليكيشنز، فبندي كورتيكوستيرويدز وبندي انتي فايرال دراجز، تمام، اسايكلوفير، ممكن نعمل نيرف الكتريك ستيميوليشن، المساله يعني في محاوله ان احنا بس نقلل الرياكشن والاديمه اللي حوالين النيرف والكلام ده، بحيث انه النيرف يقدر يرجع يعمل له ريجروث وما يحصلوش الريجروث غلط. ده دي مساله مهمه جدا جدا. اوكي، في بقى سبورتيف تريتمنت مهم جدا للعين، انه بقى لازم نحط طبعا ارتفيشال تيرز، حلو، نمنع الكورنيال دراينس باي طريقه، ولو الريكفري اتاخر في بعض الاحيان بنعمل ترسرفي، يعني نبتدي نعمل عمليات في الاي ليدز بحيث ان احنا نقفل ايه العين شويه. دي قصه البيلز بولز. الحقيقه لازم نميز البيلز بولس عن بقيه اسباب الفيشال نيرف، اوكي، ولهذا سبب موضوع اللوكاليزيشن اللي شرحناه ده مهم جدا. تعال بقى لاكتر نيرف مظلوم في تاريخ الدراسه بتاعت حضرتك، تمام، اللي هو الايت نيرف اللي هو الفيستيبولو كوكلير. مظلوم ليه؟ ما اعرفش، في سنه تانية في الاناتومي بيقول لك مش مهم، حلو، ويشرحوا لك شويه كلام في الفسيولوجيا هبل كده، ما تبقاش عارف الدنيا بتلف بيك معاه، واخد بالك ازاي، وبالتالي تطلع بعد كده في الاي ان تي ربنا اللي عالم بحالك، وبعدين بعد كده تخش على سنه سته، فيعني في الاخر كده بص غالبا يعني ايه، انت الايت نيرف ده في السيبلو كوكلر بيتحول الى مشكله، رغم ان هو راجل طيب خالص وما عندوش اي مشاكل. يعني الايت نيرف في السيبلو كوكلر هو سنسوري نيرف، شكرا، ملوش اي موتور سبلاي. حلو، طيب ايه انواع السنسيشنز اللي هو شايلها؟ اول سنسيشن الهيرنج الكوكليير برانش، اوكي، تمام، اسمع الحمد لله، تمام، طب لو باظ مش هسمع، ديفنس، خلاص شكرا، يبقى ده الكوكليير، تمام، سهل، الله، بص والله ما قصرت يعني. لكن هي المشكله بقى في مين؟ في الفيستيبولر يا معلم. الفيستيبولر ده مهم جدا للبروبروسيبشن، للبالانس، وبالتحديد للبوزيشن اوف ذا هيد، تمام، والبوزيشن اوف ذا هيد ده مسؤول عنه شويه ريسبتورز كده موجوده في الانر اير، تمام، اللي هو كان يقول لك زمان زي المسطره بتاعت الراجل اللي بيعمل الرخام، يعني اي كلام فارغ والله. يعني انا بسمع احيانا الناس بتتكلم في الموضوع ده، والله باب عايز ارجع، يعني عارف انت بتوع، يعني ناس اسما بس كده دكاتره واسما بتوع فيسيولوجي، والله العظيم يعني حاجه مش عايز اقول لكم. يلا احنا داخلين على رمضان ومش عايزين نخسر حد، ما علينا. طيب هو البالانس بتاع الهيد ده جاي منين؟ حلو، تعال بص كده على الرسمه اللي تحت دي، بصوا يا جماعه ده الفيستيبلو كوكلر الجميل،
ده الفيستيبلو كوكلير الجميل، نص فيستيبولار ونص كوكلير. نص الفيستيبولار بياخد من ريسبتورز جوه الاير، واحده اسمها امبولا والتانيه اسمها ماكيولا. ماشي، سميها امبولا ريكريست، سميها امبولا عم سهله، دي بتاعت الروتيشن، والماكيولا دي بتاعت البوزيشن بتاع الهيد يمين وشمال وتحت وفوق، واخد بالك ازاي؟ حلو. وبتاعت الحركه وانا راكب الاتوبيس او وانا راكب الاسانسير. ماشي، الاقي الحركه في خط مستقيم، تمام، سواء لقدام ورا او فوق وتحت، بينما دي بتاعت الروتيشن بتاعت الدوران، تمام، زي ما حضرتك كده تمسك اخوك الصغير وتقعد تلف بيه. شغلته انه يلقط هذا الاحساس. تقول لي طب يعني وانا بلف على رجلي مش هحس ان انا بلف، ولا وانا واقف على الارض مش هحس ان انا واقف؟ ما انا حاسس، تمام، يعني انا دريان بوضعي، انا عارف وضعي. بعيدا عن الفيستيبلر ده بطرق كتير، الاجابه اه صح، برافو عليك، تمام. لكن تعالى نلغي بقيه الاحاسيس دي، يعني تعالى نطلع في الفضاء الخارجي، تمام، تعالى نركب طياره كده جت من اللي هي الطيارات الحربيه. ساعتها انت لغيت بقيه الاحاسيس بتاعت البالانس، لغيت بقيه الاحاسيس بتاعت البروبروسيبشن، فما عادش عندك وسيله غير نقطه الميه اللي هي بتاعت الايه، الراجل المبلط ده بقى اللي كان بيحكيها لك في سنه تانيه دي، واخد بالك؟ اه، يعني لو افترضنا ان الاحاسيس الاخرى ملغيه، الاحساس بالبريشر على رجليا من تحت، الفيجن وهو عمده الاحاسيس، تمام، لو افترضنا ان احنا لاغيين الاحاسيس دي، هل هفضل حاسس بوضع جسمي؟ الاجابه اه، عن طريق هذا الفيستيبولار نيرف. اوكي، طيب نقطه، فده كده احنا يعني عارف انت اللي هو ايه، قشور القشور في الموضوع، بس خلي حط الكونسبت ده في دماغك. النقطه الثانيه اللي تحطها في دماغك لو سمحت، الريسبتورز دي عباره عن سيليا، والسيليا دي مغموسه في جيلي، حلو، ما حواليهاش ميه، دي حواليها جيلي، علشان ما تتحركش بسهوله الميه حركتها اسهل، تمام. انت الميه مجرد ما حضرتك اي حركه حواليها الميه دي هتتهز، فهتهز لك الاهداب دي، هتهز لك السيليا دي، فالبني ادم يحس ان في حركه، انما الجيلي ماسك نفسه سن. اوكي، فعشان خاطر هذه الريسبتورز حضرتك تشتغل لازم الجيلي ده يتحرك، وده بياخد وقت. اوكي، لازم ياخد ايه، وقت. طيب فده الفيستيبولار نيرف، ده بقى سعادتك اذا باظ الدنيا اتشقلبت يا ريس، بقت الدنيا زي المرجيحه، تمام، اللي هو موضوع الفيرتايل. اوكي، طيب خد بالك من نقطه، ده البريفرال نيرف اللي اسمه فيستيبولار. طب الفيستيبولار ده داخل جوه فين؟ ماشي، دي النقطه الثانيه او النقطه الثالثه. يبقى احنا معلش بس يعني تو سام اب، الفيستيبلو كوكلير، كوكلير هيرنج مالناش دعوه بيه يا عم، خلاص الحمد لله نجحنا، تمام. فيستيبولر ده اللي هو ايه، بتاع البالانس، ماشي، باز ديس ايكوليبريم. اوكي، تمام، سيب السطر بتاع الفيستيبلو كوكلير ريفلكس ده احنا شرحناه في العين في المحاضره اللي فاتت، بس هنقوله تاني دلوقتي، مش قضيتنا يعني، سيبه. طيب تعالى بقى على الفيستيبولر ده، الفيستيبولر ده دخل في البرين ستيم في البونس ورا الفيشيال في السيريبيلو بونتاين انجل. ايوه، داخل يعمل ايه؟ داخل رايح للفيستيبولر نيوكلياي، والفيستيبولر نيوكلياي يا جماعه ليست باي حال من الاحوال نيوكلياس واحده، ده بانش من النيوكلياي، ده مجموعه من النيوكلياي، حلو، مجموعه النيوكلياي دي اللي اسمها الفيستيبولر نيوكليس، هتوزع لمين؟ اكيد طبعا هتدي للكورتكس عشان نحس بالبالانس ونحس بوضع الهيد في السبيس. ما احنا اتفقنا الفيستيبولر ده مسؤول عن ايه؟ الروتيشن، الحركه اللي قدام وورا، وضع الهيد في السبيس يمين وشمال وفوق وتحت، تمام، فلازم هتقول للكورتكس الكلام. اوكي، وهتبعت للسباينال كورد علشان تتحكم في الريفلكسز، في المسل تون، وفي البادي ويت والايكوليبريم، واخد بالك ازاي؟ زي ما انت تكون مثلا بتلف على رجل واحده، طبيعي ان المسل تون يزيد في رجلك اللي انت بتلف عليها، والرجل الثانيه المسل تون يقل عشان تبقى الحركه حره شويه. اوكي، تبعت للسيريبيلوم، ما هو عشان السيريبيلوم ده هو مركز البالانس اللي في جسمنا، بالذات في الفوليكولو نوديولار روب اللي هو الفيستيبلو سيريبيلوم. اوكي، فالفيستيبولار نيوكلياي كمان بتبعت للميديال لونجيتودينال باندل، الميديال لونجيتودينال فاسيكولاس اللي هي بتاعه حركه العين، علشان نعمل ايه؟ ان احنا لما نروتيت في ناحيه، لما نيجي نتحرك في ناحيه، عينينا تتشبث، تتحرك العكس، وبالتالي تتشبث بالاوبجكت. اوكي، والله انا يعني من الاسئله اللي جات لي، ان شاء الله موضوع النستاجمس ده احنا نشرحه لوحده، يعني هنجيب فيديو كده صغير عليه ونتكلم عليه براحتنا، واضح ان الناس عندها اسئله، والناس اللي عنده اسئله يبعت يا جماعه، يعني اللي عنده اي اسئله يبعت، مش ما تكسفش يعني، تمام، ما احنا قاعدين في البيت وقاعدين اونلاين والحياه جميله يعني. طيب فبقيت الفيستيبولار نيرف بتبعت في الاتجاهات دي كلها، ماشي الكلام كده، حلو. فبقى الفيستيبولار نيرف ده خد بالك بقى، حته منه بريفرال وحته منه سنترال. اوكي، ماشي، فممكن تجي لك ليجن بريفرال وممكن تجي لك ليجن سنترال. اوكي، خد بالك ان الليجن فيه، واسمعها كده، غالبا اريتيتيف، يعني بتديني بوزيتيف سيمتوم،
مش نيجاتيف سيمتوم. يعني ايه؟ يعني ما بتضيعش مني حاجه، اوكي؟ لا، دي بتخليني احس بحاجه ما هياش اصلا موجوده. الا وهي ايه يا معلم؟ الا وهي الكلمه اللي قصاد سعادتك دي، اللي هي كلمه فيرتايجو، اوكي؟ فيرتايجو ده بقى معناه ايه؟ والله بص بقى، طبعا حضرتك لما تفتح الكتب المصريه كلمه فيرتايجو دي الدواخه، حلو؟ ولو ان هي ترجمتها بالعربي الفصيح، بس احنا عشان بس احنا ما بنتكلمش عربي اصلا، ما بنتكلمش لغه عربيه، احنا بنتكلم لغه حطيره كده اسمها اللغه العاميه، حلو؟ الفيرتايجو باللغه العربيه الفصحى هو الدوار. الدوار مش الدوار يا فلاح، الدوار. ايوه، يعني ايه دوار؟ يعني الدنيا بتلف بالي، اوكي؟ شرحناها احنا دي في المحاضره بتاع الميجور مانيفستيشن، اوكي؟ ويبدو ان كان في واحد متعقد من العيان اللي بيقول انا دايخ او انا حاسس ان الدنيا بتلف بي، حلو؟ فشرحنا الفرق ما بين كلمه ديزنس، تمام، وفيرتايجو وامبالانس وسينكوب. ما شرحتش الحته اللي في الاثنين اللي في النص دول، ولهذا السبب انا جبت الجدول كده ده زي ما هو، قلت نتعرف عليه سوا، اوكي؟ ديزنس اللي هو دوخه، اللي هو اللايت هيدنس، اللي هو زي بالظبط لما حضرتك تروح وانت ليله الامتحان كده مطبق او نايم ساعه او ساعتين ولسه ما شربتش النسكافيه او القهوه بتاعتك، لسه ما فقتش، تمام؟ ده الديزنس اللايت هيدنس، اوكي؟ ما انتش حاسس باللي حواليك قوي، اوكي؟ في ناس بقى تخيل عايش حياتك كده، تمام؟ سيب فيرتايجو هنجيب السينكوب ده اللي هو اللوس اوف كونشسنس اللي بيبقى تيمبوراري، بيحصل بسبب مشكله كارديو فاسكولار او مشكله اوتونوميك، وفي النهايه في سيريبرال هايبوكسيا او سيريبرال اسكيمي، والعيان بيفقد الوعي وبيفقد الرؤيه، حاجه اسمها بلاك اوت، لا شايف حواليه بس بيبقى فاكر اللي حصل، غير اللي عنده سيجر. اللي عنده سيجر بيفقد الوعي وما بيفتكرش اللي حصل، انما بتاع السينكوب ده فاكر اللي حصل. الامبالانس دي اللي هي الفول او الفاني تيرن، ده بني ادم حاسس ان هو انستيبل، دي بتبقى غالبا مشكله في السنسوري سيستم بعيدا عن الفيستيبلر، يعني الاحساس بوضع رجليه على الارض مش مظبوط، الماسل توم مش مظبوط، ففي حاجه احنا بنسميها فاني تيرنز هنتكلم عليها قدام شويه. الاوسيلوبسيا ده بقى بني ادم عينه هي السبب في احساسه بعدم الاتزان، عينه عماله تتحرك على الفاضي، تمام؟ الجيت اتاكسيا دي بتحصل في الاكسترا بيراميدال ليجن، سيريبيلم، او احيانا تبقى سنسوري ليجن، تمام؟ طيب تعال بقى للفيرتايجو. الراجل بص ما قصرش، قال لك الفيرتايجو ده اليوجن يا جماعه. يعني ايه اليوجن؟ يعني احساس خاطئ، احساس بحاجه مش بتحصل، وهم، يعني انه في روتيشن في الانفايرمنت او ان الانفايرمنت ثابته وانا اللي بلف. يعني يا اما انا راكب المرجحه، تمام؟ حلو؟ اه، الانفايرمنت بتلف بيا، او انا بلف يا دكتور، تمام، حوالين نفسي. في النهايه النقطة المميزة جدا في الموضوع، الراجل فاتح عينيه، ما عندوش بلاك اوت، الراجل ما عندوش لوس اوف كونشسنس، تمام؟ ده اللي بيميزه بقى عن الديزنس وعن السينكوب، واخد بالك ازاي؟ خالص يعني، حلو، تمام؟ البني ادم حاسس بوضع جسمه، فده اللي بيميزه عن الامبالانس او الفاني تيرن، واخد بالك ازاي؟ بتيجي وهو قاعد او وهو واقف، فهو ده اللي بتفرق عن الاتاكسيا، اوكي؟ يعني بقت الديفينيشن الواضح لكلمه فيرتايجو، يا دكتور الدنيا بتلف بيا، حلو، وشايفها بتلف بيا وحاسس ان انا بلف معاها، اوكي، او حاسس ان انا بلف والحاجات اللي حواليا ايه ثابته. فبقت الديفينيشن بتاع كلمه فيرتايجو يا جماعه باي ذا بيشنتس اون وورد، لان هو سيمتوم، واخد بالك ازاي؟ حلو، انه العيان شايف كل حاجه حواليه، تمام، الدنيا مش ضلمه يعني، اوكي، وما بيفقدش الوعي، والحمد لله فين اهي، طيب اوكي، illusion of movement of the subject او surrounding، ودايما بيبقى ايه روتاتوري، اوكي. طيب ايه اللي حصل؟ ايه اللي جاب فيرتايجو؟ قال لك بص يا سيدي، قد يكون الموضوع في الاغلب هو vestibular nerve affection، حلو، في الاغلب، تمام، قد يكون الموضوع لسبب بريفرال او لسبب سنتر، يعني اما مشكله في نيرف ذات نفسه او في الريسبتورز او المشكله سنتر. طيب ايه نميز منهم ازاي مبدئيا كده؟ حلو، اميز منهم بان البريفرال دايما بقى صدم، اوكي، وسيفير، ماشي، ويجي على نوبات وتلاقي معاه اوتونوميك سيمتومز، يعني نوزيا وفوميتنج والكلام ده، اوكي، تمام، ومفيش سي ان اس ساينز، يعني مفيش بقى اعراض غياب وعي، مفيش اي اعراض في كرينيال نيرفز اخرى، اوكي، تمام، ممكن بس يبقى معاه هيرنج لوس، ممكن معاه نستاجمس، يعني العين بتتحرك في مكانها، اوكي، ودايما بيجي شويه ويروح، يعني الكورس بتاعه هو ليميتد، على عكس السنترال ليجن تبقى سلو جرادوال لدرجه الناس بتتعود عليها، حلو،
وما يبقاش سيفير قوي، اوكي، الديوريشن بتاعته كونستنت دايما، ما معهوش الاوتونوميك سيمتومز، واخد بالك، زي النستاجمس اللي بيحصل فيه دايما فيرتيكال، ماشي، ونون سبيسيفيك كورس. طيب ايه اسباب البريفرال فيرتايل؟ تمام، او ايه يعني الكوزز، البريفرال كوزز اوف فيرتايل؟ اول سبب البناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتايل، ده ايه حكايته؟ ده نوبات من الفيرتايجو بتيجي مع الهيد موفمنت، اوكي، بوزيشنال فيرتايجو يعني مع الهيد موفمنت، وبتلاقي العيان من كتر ما هو ابتدى مدرك للي بيحصل ابتدى يحاول يسيطر انه ما يحطش دماغه، ما يحطش الهيد في اوضاع معينه، اوكي، ودي بتبقى غالبا بسبب الفلو بتاع الفلويد بتاع الانر اير اللي هو الاندولنت. طيب ده اول نوع اللي هو الباروكسيزمال بوزيشنال فيرتايجو. مينيرز ديزيز، مينيرز ديزيز ده ليه اسم تاني بنسميه هاي دروبس اوف اندولنت، يعني الجل اللي جوه الودان ده اللي هو كان حوالين الريسبتورز فاكرينه يتحول لميه، فمع اي شويه حركه، اي حركه تخليه يتحرك وبالتالي تجيب لي سنس اوف روتيشن اللي هو طبعا اليوجنري. السبب الثاني لبرنيتايتس، وهو احد اسخف الاسباب واصعبها وبياخد علاج طويل، واخد بالك ازاي، وبيبقى سيفير، لكن هو في ميزه ان هو مجرد ما العيان خف الموضوع خف خلاص، يعني مش بيبرزيست فور سو لونج. الاوتوتوكسيستي في اولها تعمل فيرتايتس، تمام، كل دي اسباب. السنترال كوزز بقى، تمام، معلش نبتديها من تحت لفوق يعني من الاهم فالمهم. اول حاجه ويمكن اشهر حاجه تيومرز النيوبلازمز، واشهر تيومر حاجه اسمها اكوستيك نيوروما. حلو، الاكوستيك نيوروما ده بيبقى تيومر طالع في السيريبيلو بونتاين انجل، بيبقى طالع من الشيز بتاعه العصب الثامن ذات نفسها وبيضغط على الفيستيبولار برانش، اوكي، فيرتيبرال ارتري ديستكشن، فيرتيبرو بازلر انسفيشنسي، طبعا دي بتعمل اسكيميا في البرين ستيم، مالتيبل سكليروزس، المايجرين ممكن يعمل فيرتايجو، تيمبورال لوب ابيليبسي اللي هي يعني ممكن تعمل شويه فيرتايجو كجزء من الاورا بتاعت الابيليبسي، اوكي، دي السنترال كوزز. في الحقيقه زي ما اتفقنا السنترال كوزز والفيرتايجو يمكن اخف وطأة شويه، يعني اخف وطأة من ناحيه الفيرتايجو، يعني السيفيريتي بتاع الفيرتايجو اقل مش زي البريفرال كوزز. طيب من ضمن الحاجات اللي بتساعد قوي في ان احنا نميز هو سنترال ولا بريفرال انه نشوف هل في ديفنس ولا لا، تمام، دي تقسيمه تانية يمكن لاسباب الفيرتايجو، مين الحاجات، مين من الاسباب اللي بيبقى معاها ديفنس ومين معهوش ديفنس، يبقى هنا الافكشن ضربالك الاثنين الفيسيبولار والكوكليار برانشز، تمام، يمكن اهم واحد المينيرز ديزيز. مينيرز ديزيز الناس اللي خدت اي ام تي بقى يعني، تمام، ان في دفعات بيقول لك طالعه مش هتاخد الكلام ده، هتعمله بحث يعني كلام من المهم، يعني المينيرز ديزيز بيبقى معاه ديفنس لان حاجه بتعلي الضغط جوه الاير كلها، اوكي، البرين ستيم اسكيميا والمالتيبل سكليروزس بيضربوا لك البرين ستيم ككل وبرده بيجيب ديفنس، تمام، الجنتامايسين والفلوسيمايد باعتباره ان هم اوتوتوكسيك. الميدل اير ديزيزز والانر اير سيريبيلو بونتاين انجل تيومرز المننجايتس، كل الحاجات دي بيبقى فيها ديفنس مع الفيرتايل، بتسهل علينا التمييز. يعني المايجرين احيانا بيبقى فيه فونوفوبيا، يعني الاصوات بتضايق العين جدا، وكمان في فوتوفوبيا في المايجرين، واحيانا بيبقى فيها هالوسينيشنز اوف لايت، فلاشز اوف لايت قدام عينه اللي هو يعني كانه شايف ايه، النور بينور ويطفي برضه والنور يضايقه. التريتمنت بتاع الفيرتايجو عموما هو تريتمنت اوف ذا كوز، لان الفيرتايجو هو سيمتوم. حلو، ان كان احيانا بندي حاجه اسمها فيستيبولار سيداتيفز، فيستيبولار سيداتيفز اللي هي حاجات بتقلل الفيستيبولار ريسبتور ستيميوليشن زي السيناريزين والبيتا هيستين، هم انتي هيستامينكس في الحقيقه يعني، تمام، في كمان ريهابيليتيشن ان احنا نعمل تريننج اكسرسايز للعيان كده انه يتعود على ان في بوزيشن معين هيجي له فيه فيرتايجو فيقلل الريسبونس شويه، هي دي بيبقى نوع من السنترال كوماند. يعني ايه سنترال كوماند؟ يعني نحاول ندرب البرين سنترز على ان الوضع ده هيبقى فيه احساس بالفيرتايجو وده احساس غلط. حلو، فالعيان يبتدي يمانج، العيان يبتدي يكون ريسبونسز جديده للاحساس بالروتيشن ده، يدرك من خلالها ان هو يعني مش بيروتيت حقيقه يعني، تمام، بس دي مساله بتاخد وقت طويل قوي على ما الديفلوب والنتائج بتاعتها يعني كويشنبل، لكن طبعا تريتمنت اوف ذا كوز هو الاساس. معلش محاضره طويله، هي يمكن اطول محاضره في الاجزاء اللي احنا خدناها لحد دلوقتي،
اتمنى ان احنا نكون غطينا الثلاث نيرفات المهمين الاخرانيين. اللي عنده اي اسئله يبعت لي سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.